السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة في الحلقة الأولى شرحت لكم كيف تقوم بالتسجيل في الموقع وكيفية الإيداع أيضا في الموقع وإن شاء الله في هذه الحلقة الثانية أو جزء ثاني سأشرح لكم كيف تقوم بشراء العملة وتقوم يعني ببيعها لكي تربح منها فلمن فتته الحلقة الأولى فسوف تجد رابط الحلقة الأولى يعني في, ال... في أسفل الفيديو يعني الفيديو الأول وسوف تجد أنا الرابط الموقع فالآن نمر مباشرة إلى كيف تقوم بشراء العملة وكيف تقوم ببيعها كي تربح منها فبعدما تقوم بإيداع الأموال في الموقع كما نشاهد يكون لديك المال في هذا المكان في البالانس كما نشاهد هنا كما تشاهد باي يعني هنا خانة باي يعني انك تشتري هنا سي تبيع تشتري هنا عملة بعدما ترتفع تقوم ببيعها سأشرح لكم ذلك آه قبل ان اشرح سنذهب الى هيستوري لكي تشاهدون المعاملات التي قمت بها يعني قمت ببعض الإيتريوم وقمت ببيعه لكن بصراحه في الاول يعني خسرت نعم في الاول يعني دائما التجربه هكذا تكون يعني دائما في الاول تجرب تخسر تجرب تخسر بعدها يعني تقوم يعني بجلب الاموال فكما شاهدونا في الاول اشتريت نحن نذهب الى التوتال لكي تعرفون لانني ساشرح لكم شرح مبسط يعني كي يفهم يعني حتى المبتدئين لكي يفهموا يعني هذا المجال التداول ايضا يعني ساشرح لكم كل شيء مبسط فقط ركز معي فنحن الان ما يهمنا هو التوتال شاهد في التوتال اشتريت ب 0.001 هنا صفر صفر خمسة عشر نعم قمت بالبيع بصفر 0.0013 صفر صفر عشر هل ربحت أم خسرت طبعا الحال خسرت نعم خسرت شيء، اشتريت بصفر 0.0015 صفر خمسة عشر لكن يعني قمت ببيعها بصفر 0.0013 صفر صفر عشر فخسرت كما نشاهد نعم الشاهد هنا هنا ربحت كما تشاهدون فنحن الأن نركز على التوتال كما قلت على المجموع لكي تعرف هل ربحت أم خسرت هنا كل شيء التوتال صفر 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 سبعه يعني هي صفر 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 واحد وسبعون هنا قمت بالبيع بصفر 0.0027 صفر صفر سبعه وعشرون ففي هذه الحاله أنا رابح هنا قمت بالشراء بهذا يعني بهذا المبلغ ليس المبلغ وإنما الساتوشيات يعني يحتسب بالساتوشيات وهنا قمت بالبيع بهذا بهذا الرقم فعندما تجد انك اشتريت برقم منخفض وبيعت برقم عالي فاعلم انك ربحت اما اذا قمت بالعكس كما تشاهدون اشتريت بمبلغ مرتفع وقمت بالبيع بمبلغ منخفض فانك خسرت هذه لكي تعرفها الان دعنا نذهب لكي نشاهد هنا انا يعني مباشره ساقوم بالتداول في هذا w a v e اس سأقوم بالتداول فيه آه كما نشاهد هنا يقول لك يعني هذه العملة واحد واحد تساوي يعني بالبرايس بهذا المبلغ انا سأقوم بإعطائه نعم هذا المبلغ نعم هنا الاقتطاعات هنا التوتال يعني المجموع كما تشاهدون يبقى نفسه هنا الاقتطاعات يقتطع الموقع 0.2% آه لا بأس آه نعم هنا المجموع الآن سأقوم بالشراء فأنت الآن يجب أن تشتري عندما العملة تكون منخفضة، فأنا هنا كما نشاهد زائد 11، فربما سوف يصعد، نعم سوف يصعد، أه سأقوم بشرائه فيجب أن تتذكر أنك اشتريت في زائد 11.6، حتى إذا كنت تريد البيع سيكون هناك 14 زائد 14 قم بالبيع، زائد 12 قم بالبيع، لا تقو... لا... لا تكون طماع، يعني أه تريد الرقم هنا كبير، يعني عندما يصل هنا إلى زائد 20 تقول أنا أريد البيع في زائد 20، لا. انت لا تعرف هل سوف يصعد ام سينخفض لهذا انا الان سوف اشتري في زائد 11.6 فاصلة ستة وعندما سيصل زائد 12 او زائد 13 ساقوم بالبيع مباشرة فنقوم هكا بالضغط عليها هكذا يعني ساقوم بالشراء فقط صفر 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 سبعة وخمسين باي كما شيء تم الشراء ها آه هي تم الشراء اشتريت في زائد 11.8 عندما سيصعد الى 12 او 13 او 14 ساقوم بالبيع طريقة البيع سهلة عندما تشتري تقوم بالضغط هنا فتقوم بالضغط هنا لكي يعطيك الان يجب ان يصل هنا زائد 12 لكي يعطينا هذا المبلغ موجود في هذا المكان لكي نقوم بالضغط عليه هكذا ونقوم بالضغط على سيل لكي يتم بيعه بهذه الطريقة تكون قد ربحت قدرا من الساتوشيات تجمع هذه الساتوشيات كما تشاهد فانا الان قمت بشرائها فكما قلت تجمع هذه الساتوشيات بعدما تجمع 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 تقوم بسحبها يمكنك سحبها عن طريق البي سي سي اتريوم، لايت كوين بيتكوين يعني في اي محفظه كما قلت كوين بيمنت او زابو فيمكنك عمل ذلك طريقه السحب فهي سهله ف شرحتها في الجزء الاول تذهب الى الواليت في هذا المكان كما تشاهدون هنا الديبوزيت تقوم بالايداع هنا ناقص تقوم بعمل يعني بسحب الاموال هنا نصيحة مني لا تسحب الان قم الان بجمع قم بشراء بيع شراء بيع شراء بيع بعدها قم بسحب لماذا؟ لان في السحب فالموقع يقتطع في السحب وهذا الشيء الذي لا احبه في يقتطع بشكل اكبر كما تشاهدون يقتطع صفر 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 ثمانية يعني انا الان انصحك ان تقوم بالشراء والبيع شراء والبيع يعني هذه العمليه يمكن ان تكررها فانا الآن يعني قمت بشراء هذه العمله فيمكن يشير الاثريوم يمكن يشير الزيكاش يمكن ما يعني يجب فقط ان تتذكر اين اشتريت يعني الرقم الذي اشتريت به الزيكاش او لايت كوين او اي عمله فكما تشاهدون أن أنا الآن خاسر كما تشاهد لأنني اشتريت في زائد 11.8 الآن أصبحت زائد 10 فأنا خاسر يجب أن تكون كما قلت الفوق يعني زائد فوق 11 يعني زائد 12 زائد 13 لكي تربح هذا في الأمر فهي الطريقة سهلة فالآن أنا أنتظر إلى حينما يعني يصل هذا المبلغ إلى هذا يعني هذه في المئة إلى زائد 12 لكي أقوم بالبيع لكي تشاهدون طريقة البيع، فكما تشاهدون في هذا المكان هناك أشخاص يقومون مباشرة بالبيع والشراء. كما خانة الخانة الخضراء هي يقومون بالشراء والخانة الحمراء يقومون بالبيع يعني زائد 12.4 في كما تشاهد، فسأقوم فقط بالضغط هنا هكذا وبعدها أقوم بالضغط على Sell. كي نعم. نعم تمت العملية بنجاح. نذهب الآن إلى هستورك شاهد فكما تشاهدون فقمت بشراء صفر 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 وقمت ببيعها ب صفر يعني أنا الآن ربحت في هذه الصفقة يعني إذا قمت بالتداول بمبلغ كبير ستربح بشكل اكبر يا اخي العز اما اذا قمت بتداول بمبلغ صغير يعني سوف تربح سوى القليل يعني ستربح فقط يعني بعض الساتوشيات القليله لهذا انصحك ان تقوم بالاستثمار باكثر ليس استثمار وانما التداول باكثر آه لكي يعني تربح اكثر ودائما يعني هذه العمليه كررها آه دائما يعني فقط اذا بالهاتف ودائما قم بهذه العمليه قم ب بالشراء والبيع الشراء والبيع الشراء والبيع يمكنك عمل هذه الـ الـ يعني يمكنك أن تشتري وتبيع لآلف مرة لا مشكلة يعني قد يعني قد تربح قد تخسر في كل مرة وبعدما يعني تجمع مبلغ كبير يمكنك أن تقوم بسحبه عن طريق البيتكوين